كنت متوقع يطلع شلال، طلع بس شل يا دوب. هايز جايز، اول ما تشوفوني مرحبا، انا اسمي سيري. ما تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبلش الفيديو. بلش شيء اسمه بالمانيا 9 يورو تيكت، اللي هو انكم فيكم تسافروا على كل المانيا، ما بعرف اذا اسمها تسافروا، بس انه فيكم تروحوا على كل المانيا بالشهر بس تدفعوا 9 يورو. فحكوني رفقاتي من يومين وقالوا لي انه اليوم حابين نروح هايكينج على جبل موجود هون بالمانيا وكثير مشهور، اسمه باستاي بعتقد اذا عم بلفظ اسمه صح. ف اليوم رايحين هايكينج، مع انه انا لا بحب المرتفعات ولا بحب التسلق ولا بحب الاشياء اللي بدها جهد بدني، ف ما بعرف اذا رح يكون الموضوع محرز، بس خلينا نروح نتسلق الجبال ونعمل هايكينج واخذكم معي. نظرة بس من هون الجبل قدي مبين حلو، ليكوا بأحلى النافورة هون، بس معفنة عفن مش طبيعي. في هون أشياء خاصة للأطفال، أنا مبدئيا أطفال منهن. والله حلوة. وي ليكوا قدي في عجقة، ليكوا الطابور لهناك، هو حرفيا هذا الاشي بس بروح لهداك الدف الثاني اللي هناك. موقف دقيقة صمت على الجمال تبع المنطقة هاي. إذا من هون المنظر رائع جدا جدا جدا، فكيف من فوق؟ ليك بس قديه عبة. هلا جبنا التيكت، التيكت لحتى نطلع بالباخر 2.50 يورو، بس نطرنا يعني صف بخوف لحتى أخذنا التيكت، وهلا عنا صف تاني بخوف لحتى نطلع بالباخرة. ف فكرت في حدا ساكن هون طلع اوتيل، تخيلوا هذا الاوتيل مع هاي الاطلاله كلياتها، عن جد شي واو. شكله عندنا طلع كتير بتخوف لحتى نوصل. الهايكينج مش لإلي، الهايكينج له اصحابه، حتى الكلب كان مصدوم من الطلعة هاي. في حدا بحب يرجع دغري ينزل من هون، بوصل لتحت دغري. هيك بس انا قد ايه قريبة على الحفة. عن جد هذا المكان كتير بخوف، بس الإطلالة من هون كتير رائعة، فينا بعد نروح لهناك. إنه هذاك المكان مأمن، فعشان يجوا السياح ياخذوا هناك صور، فكتير عشقة هناك، بس إذا بتخاطروا بحياتكم لو نت صغيرة وتمشوا هاي الطريق اللي بخوف، اللي أنتوا هيك هالقد حفة صغيرة بتمشوا عليها، وإذا وقعتوا يعني راحت عليكم، بس إنه هناك عن جد بتستحق، بتاخذوا أحلى صورة أحلى فيديو للمكان كلياته. هيك العجقة هون، وهناك ما كان في ولا حدا، في صخرة حد صخرة حد صخرة حد صخرة، يعني جبل كامل متآكل فيه هيك أشياء، فيكم تفوتوا من حده، يعني أنا أكتر بني آدم سيء بشرح، بس إنه هو هذا الفكرة. تخيل مشينا الطريق هذا كلياته، كاتبين إنه كانت قلعة صخرية أو هيك شيء، فكانت إشي كتير مهم زمان، بعد هلأ يعني معلم سياحي ما شاء الله يعني. لحتى نفوت لهون لقلب الصخرات في لازم ندفع 2.50 يورو لحتى نفوت لجوا، لحتى نفوت من هون ونمرق بقلبها كلياتها. في بعد عنا طلعة من هون، إذا بنطلعها بعتقد إنه رح نشوف هذا الإشي بدال ما حتى نفوت من هون. أوه حرفيا إحنا بين صخرتين.
الطريقة اللي بنين فيها الجسر هذا ما بعرف كيف، بس انه ناس عباقرة متأكدة انه اشي كتير صعب تبنوا جسر وتحته صخور. بعد في عنا نمشي من هون لحتى نطلع لفوق، وبعد في هذاك الطلع اللي هناك. ما عندي أدنى فكرة هذا إيش، بس في كتير صخرات محفور عليها كمان نفس الإشي. هي المنطقة حلوة والجسر كتير حلو، بس في كتير عالم، كتير عالم، يعني حتى صورة ما فيكوا تاخذوا. بصمة أصغر الطريق. ليكو قديه بعاد عن الباخر، هناك الباخر اللي طلعنا فيها وإحنا حرفياً بقمة الجبل. هديكي أبعد من هاي اللي إحنا عليها، بس كمان هون الفيو ما سيء. ما طلعنا لفوق 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 لآخر شيء عشان في عنا الشلالات بدنا نلحقها، فهلأ راجعين ننزل من نفس المكان اللي طلعنا منه، بس النزلي اوف ما اسهلها، اوف ما اسهلها. اوه ليكو هذا قاعد عم بتسلق الجبل، كثير نفسي اعمل هذا الاشي واتسلق هذا الجبل، واي جبل مش مهم، المهم اني اتسلق جبل. عاملين هيك زي كهف، ميني كهف صغير هيك بقلب الصخرة كلياتها. طلع انكم تتسلقوا الجبل، طلع شيء زي اكتيفيتي هون فيكم تتسلقوه. احنا كنا فوق هناك بهذيك النقطة، من هون مبين كتير بعيد، تخيلوا انه احنا كنا فوق وهلا نزلنا لتحت. ليكو بس الطابور لحتى نفل. هلا اجينا على منطقة اسمها باد شاندو او هيك شيء، رح ناخذ الباص ونروح على الووتر فول. متوقع يطلع شلال، طلع بشل يا دوب. ليكو تحت الصخرة، ما بعرف ليه بس في ريحة بنزين هون كتير قوية تحت الصخرة. اوه في على كبيت، كتير بتخوف تحت الصخرة. عم بيحكي واحد جاي يصور انه هذا الشلال بعده ما بلش، هذا اشي كتير قليل، بالعادة بكون اكثر، فقام كنت فكرت رح يكون بشل، طلع انه في شلال بس هو بعده ما بلش، هو بده دعم لحتى يبلش، بس هو هون في برودي والله حلو يعني. ومثل العادة آخر شي بنعمله بكل بلد منزورها أو بكل منطقة منزورها إنه نجيب تذكار من المدينة أو المنطقة اللي إحنا فيها، وهاي من بستاي. هلأ فليل بس الترين بده تقريبا ساعة لحتى يجي، فقررنا ناكل، فروح اجيب الكي اف سي. قد ما مشتهي كي اف سي، الحب، صلي زمان ما اكلت كي اف سي، ف للاسف عندنا بماكدبورغ ما في كي اف سي، ما بعرف ليه يعني. واو ماستر بيس، ماستر بيس. وهذا كان فيديو اليوم، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وراح يطلع ستي هناك بس علامه سبسكرايب، يطلع فيديو فوتوا تحضروا اذا مش حاضرين، واكيد راح اشوفكم الفيديو الجاي. باي.